هي فكرة اللي إن شاء الله راح ناخدوها بعين الاعتبار، ولكن حنا قبل اليوم كنا في لا بريباراسيون ادمينستراتيف سي لا سيناتور دي كونترا لا فاليداسيون دي زوتان لي زاسبي اورغانيزاسيونال. من ما بالنسبة للباب الترويجي وكذا، من شوف أنا وجهة نظري صحيح الفكرة تاعك مليحة وراح ندرسوها وإن شاء الله يكونوا معنا كسفراء حاجة مليحة ويكونوا أيضا في الملاعب و فكرة مليحة. داير هنا بونسي على سا ميم بور انفيتي ميم دي ليجوند من كونتينون كامل، لأنو سي ليفينمون دو كونتينون و سي ديجا في ومازال ما عندناش برك لي ليست إي كومبري ديجا الجزائريين بيان سور، لكن نقول لك كلنا معنيين بهاد الترويج لهاد الدورة كلاعبين قدامى كوسائل إعلام وطنية ولا خاصة، كلنا معنيين. ما حنا منعو حتى واحد يروج الأمر اللي حتنظمو الجزائر بلدنا، مادا بينا الكل من جهته يدير ما بيوسعو باش يروج لهاد التدابير. كاين بزاف اللي ينتظروا يعني اللجنه تروج، اللجنه لازم تروج، لكن هذا راح يكون غير كافي اكيد. شفنا يعني كل وسائل الاعلام، كاين وسائل الاعلام بعض وسائل الاعلام دارت فيديوهات ترويجيه وهذا شيء جميل، وانا المطلوب هذا المفروض يكون من كافه وسائل الاعلام دير فيديو ترويجيه وتروج هذا الحدث ونحكم ما هو ايجابي، لانه لوبينيون انترناسيونال لي اوسي امبورطون. دونك حنا على بالنا الجزائري يحب لا بيرفيكسيون، دي فوا كي نشوفو انطاش نوار نحكو عليها بزاف، ولكن بعد لوبينيون انترناسيونال اللي عنده نوايا سيئه راح ياخذ لاطاش نوار هذيك ويبقى فيها ما يشوفش الامور الايجابيه. دونك حنا نطلبوا منكم كلنا معنيين، هذا ليفينمون تاعنا كامل يفو بوزيتيفي، كامل لازم نستعملوا قدام اللاعبين، كامل لازم نستعملوا الصحفيين، كامل لازم نستعملوا. حنا ما نقصيو حتى واحد، واي فكره نرحبوا بها وان شاء الله نحضوها بالاعتبار في القريب.